الحملة هي ضمن مبادرة عاملات ممكنات. الحملة بتتحدث عن العاملات اللي بتعرضوا للانتهاكات داخل المؤسسات الأهلية والخاصة، فجاءت الحملة لتسليط الضوء على هؤلاء العاملات اللي بيعملوا في المؤسسات الأهلية والخاصة، لتعريفهم بحقوقهم ولرصد الانتهاكات اللي بتعرضوا لها داخل المؤسسات. الفئة اللي شغالين عليها هم النساء العاملات داخل المؤسسات الأهلية والخاصة. إنه إحنا حالياً العاملات بتعرضوا لنوع من التمييز ولنوع من التحرش والتنمر داخل المؤسسات، كمان في أجور متدنية في المؤسسات، ولأنه إحنا لازم إن يبقى في موائمة بين القانون العمل الفلسطيني ومع اتفاقيات اللي بتناهض التمييز ضد المرأة، بتعرضوا إنه ما في يعني ما في مساواة بينهم وبين الرجال داخل المؤسسات. فبتلاقي النساء دائما مغلوب على امرها فعليا، لانه انت بدك تسكتي، لانه لو تكلمتي اكيد طبعا هيكون اخر يوم لك بالوظيفه، فهي طبعا بتسكت. وفي نساء بكونوا مش عارفين اصلا بحقوقهم، في نساء بتتقاضى نصف راتبها، تمام، ولانه انا اصلي بدي عشان اعيش بدي اكمل في الوظيفه، فانا اقبل بهذا الراتب نصف الراتب تبعي، مع انه هذا مش يعني هذا شيء خارج عن القانون، تمام. وقانون العمل الفلسطيني عندنا بنص على موضوع انه ما يكون في تمييز بين الرجل والمراه، يكون في مساواه في المكافآت، في الحوافز، في الرواتب، في كل شيء، تمام. ولكن احنا المؤسسات هنا كتير بتلاقي في انتهاكات موجودة. الحملة نفسها هي حملة تغريد، طبعا بدأت يعني تقريبا مدتها كانت 5 أيام. طبعا انت عارفة انه اي حملة لازم يكون في مرحلة تجهيز، كنا بنجهز لهي الحملة، طبعا بدك تجمعي محتوى، تجمعي قصص من نساء عاملات تعرضوا لانتهاكات داخل مؤسساتهم. طبعا هذا مش سهل، بياخد وقت. طبعا كان في دعوات لازم تم تصميمها، بعدين بالنهاية بقى في توزيع للدعوات قبل الحملة بيوم، قبل ما يتم إطلاق الحملة، وبعدين بتم إطلاق الحملة. طبعا بيشاركوا كل نشطاء المجتمع المدني. مبادرة عاملات ممكنات هي اللي أصلا من ضمنها كانت حملة، في كمان أنشطة تانية، في جلسة طاولة مستديرة لوزارة العمل وللغرفة التجارية ليحكوا عن دورهم في رصد الانتهاكات العاملات اللي بتعرضوا إلها العاملات داخل المؤسسات الأهلية والخاصة. كمان في حلقة إذاعية عرفت بقانون العمل الفلسطيني، وكمان رصدت بعض الانتهاكات للعاملات داخل المؤسسات، وفي كمان جولة تعريفية للمؤسسات تدعم النساء قانونية. هي مهمة كحملة توعوية، لأنه إحنا كتير في هنا زي ما قلت لك إنه في كتير عاملات ممكن ما يكونوا عارفين بحقوقهم ويكونوا بيتعرضوا لانتهاكات وبيسكتوا، ولأنه في عاملات بيتعرضوا لتحرش وبيتعرضوا لتنمر، تمام، بس ما بتقدر تحكي، فهي بتسكت لأنه خوفها إنه تنقطع عن وظيفتها، تمام. فلازم كنا إنه إحنا نكون بنوعي وفي نفس الوقت بنرصد انتهاكات علشان نضغط على صناع القرار إنه لازم يكون في حل، لازم يكون في تطبيق لمبادئ قانون العمل الفلسطيني، مواد قانون العمل الفلسطيني اللي بتحكي عن العاملات، النساء العاملات لازم يكون مفعل، وإلا هيك بيكون حبر على ورق. هذا شيء تاني. أنا في كتير الاتفاقيات بتتحدث عن حقوق العاملات ولكن غير موجودة في قانون العمل الفلسطيني، فنحن بنطالب أن يكون في موائمة بين قانون العمل الفلسطيني واتفاقيات مناهضة التمييز ضد المرأة العالمية، مش بس في فلسطين، عنف بشكل عام في كل العالم ما بيوقف. فطالما طول ما هو العنف متواجد على الأرض لازم يكون في حملات ضغط ومناصرة لمناصرة المرأة ضد كافة أشكال التمييز والعنف الموجود.